هذا يسأل يقول أنه أحرم يريد العمرة عن والده، أحرم بالعمرة عن والده لكنه نسي يذكر اسمه عند الإحرام. لا، ما هو بضروري، تكفي النية. إذا نويت عند الإحرام أن العمرة نيابة عن أحد يكفي النية في القلب، إذا تلفظت لا بأس، تقول لبيك عن فلان تذكر بالتلبية، ما تقول نويت أن أحرم عن فلان، تقول لبيك اللهم عن فلان، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة فأقره على ذلك، فتذكره في التلبية. ولو لم تذكره تكفي النية في القلب، والحمد لله.